مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا وجوه تاريخيه على منصات موقع الحادثه. ايام الخليفه لمعز لدين الله الفاطمي كان في جدل ديني بين المسيحيين واليهود بيرعاه الخليفه بنفسه. وقتها اليهود دخلوا تحدي مع المسيحيين وقالوا لهم في ايه في العهد الجديد بتقول لو كان لكم ايمانا مثل حبه خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. واليهود طلبوا من الخليفة أنه يأمر المسيحيين بتنفيذ الآية ونقل جبل للمقطع، وهنا الخليفة عجبته الفكرة وطلب من بطريرك الأقباط إبراهيم السورياني تنفيذ الآية. طبعا المسيحيين قبلوا التحدي وفضلوا 3 أيام يصوموا ويصلوا للرب علشان ينصرهم على اليهود. هنا هيجي دور واحد كان غلبان جدا وطيب جدا اسمه سمعان الخراز. سمعان الخراز كان معروف باسم سمعان الدباغ، واحد على باب الله كده. كان بيشتغل في دباغة الجلود وصناعة وتصليح الأحذية، وكان راجل طاقي وصالح جدا. في يوم سمعان الخراز جات له واحدة في دكانه علشان يصلح لها الحذاء بتاعها، وهي بتخلعه سمعان بص على رجليها واشتهاها. ولما ده حصل منه افتكر وصية المسيح اللي بتقول إن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضاؤك ولا يلقى جسدك كله في النار. راح فورا سمعان خلع عينه بالمخراز بشكل حرفي، ايوه زي ما بقول لك كده. ولما الامر وصل للكنيسه قرر الكهنه مسامحته، رغم ان البعض قال ان ده تنفيذ خاطئ للوصيه، لان الوصيه رمزيه تطالب المخطئ بالتقوى والندم على ما فعل من خطا، مش بتطالبه بخلع عينه حرفيا. طب كان ايه دور سمعان الخراز في التحدي اللي اخترعه الوزير اليهودي يعقوب بن كلس بتاع نقل الجبل؟ الرواية الدينية بتقول إن المسيحيين بعد ما صوموا وصلوا 3 أيام، وفي صباح اليوم الثالث ظهرت العذراء مريم للبطريرك وقالت له أخرج هتلاقي الراجل شايل جرة مية، هو ده الشخص المختار علشان معجزة نقل الجبل تتم على إيده. ولما البطريرك خرج لقى سمعان الخراز بنفس الوصف اللي قالت عليه السيدة العذراء، فطلب سمعان منه أن يبقى بين شعب الكنيسة في اليوم المقرر لنقل الجبل، وقال له أنا هصلي وانت ترسم علامة الصليب. وده اللي حصل فعلا، وفجأة حصلت رجة كبيرة حاجة زي زلزال كده، والجبل اتحرك من مكانه والشمس ظهرت، والناس بتبص على سمعان اكتشفت أنه اختفى، هرب علشان ما كانش عايز مديح زي ما الرواية الدينية بتقول. طبعا أسطورة نقل جبل المقطم عليها اختلاف ناس كتير جدا، ناس بتتعامل معاها على أنها حقيقة وناس بتشوفها من الأساطير الدينية، بس حتى المقتنعين بيها على أنها حقيقة ما يقدروش يجيبوا عليها مصادر ثابتة، كلها مصادر مجهلة وقصة بتتسرد شفويا وبتتنقل من جيل لجيل. علشان في خلاف عليها هنلاقي مثلا الكاتب المسيحي أديب مصلح بيأكدها في كتابه أم الرحمة حكاية مريمية، لكنه بينسب الفضل في نقل الجبل للبطريرك إبرام السورياني، وقال إنه كان راجل بسيط واشتهر بتواضعه وبسطته وإيمانه الراسخ القادر على تحريك الجبل، لكنه في نفس الوقت في آراء مخالفة بتقول إن الكلام ده غير صحيح. مثلا الباحث شريف رمزي في دراسته أسطورة نقل جبل المقطم قال إن رواية نقل الجبل كتبها ميخائيل أسقف تنيس، وده هو راوي سيرة البطريرك إبرام في مخطوطة ظهرت بعد 70 سنة عن الحدث، لكن أصل المخطوطة دي ضاع واللي وصلنا له هو منسوخات منها. في الفترة ما بين 1989 و1991 قام مجموعة من الكهنة وعلماء الآثار القبطية بالبحث عن ذخائر سمعان الخراز، واكتشفوا انه اتدفن في مقبرة الحبش جنب جبل المقطم. وخلال البحث لقوا هيكل عظمي، قال البعض ان الهيكل العظمي ده بتاع سمعان الخراز، وده كان في كنيسة القديسة مريم العذراء، ولقوه تحت سطح أرضية الكنيسة بحوالي متر. كمان لقوا رسم في الكنيسة لصورة البطريرك إبرام السورياني ومعاه رجل أصلع شايل جرة مية يرجح إنه سمعان الخراز. وكمان لقوا جرة مية بيعود تاريخها لأكتر من 1000 سنة وبيقولوا إنها كانت مملوكة للقديس سمعان، وكان بيستخدمها في نقل المية لبيوت الفقراء. ولعاء أو الجرة دي محفوظة لحد دلوقتي في كنيسة القديس سمعان في منطقة المقطم في القاهرة. ودير سمعان الخراز تحفة معمارية منحوتة في قلب جبل المقطم، مساحته كبيرة جدا ومتكون من 4 كنائس، هي كاتدرائية السيدة العذراء والقديس سمعان الخراز وكنيسة الأنبا إبرام السورياني وكنيسة ماري مرقص
وقاعة القديس سمعان خراز اللي بتتسع لألفين شخص، وكنيسة الأنبا بولا أول سواح. دي كانت حلقتنا النهاردة مع القديس سمعان خراز. لو عجبتكم اعملوا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب، واكتبوا لنا في الكومنت عن أي شخصية تاريخية عايزيننا نتكلم عنها بعد كده. استنونا في الحلقات الجاية مع شخصيات جديدة. سلام.